ارجع مع حضراتكم مره تانيه. كان اللواء عمرو حنف في محافظ البحر الاحمر قال انه هننزل اسواق ونشوف الناس ونشوف الاسعار، واللي هيعمل حاجات ورفع اسعار هياخد اجراءات. النهارده عمل جوله على الاسواق، وده امر كمان مهم انك تنزل وتشوف تقف مع الناس وتسمع من المواطنين مشاكلهم لو عندهم شكاوى، واكيد عندهم شكاوي. ناس اكيد بتشتكي، يعني ناس مش هتيجي تقول لك كله تمام، فيش يعني هتقول لك ممكن ده كذا، ولكن اكيد الاسعار الناس مش هتقول ايه انه كل حاجه كويسه. يعني كيلو اللحمه 125 جنيه في البحر الاحمر، انا شايف انه كيلو اللحمه غالي في البحر الاحمر، ال 125 جنيه هل غالي ولا لا من وجهه نظر السيد المحافظ؟ طيب بالنسبه للعيش اخباره ايه؟ هل المواطنين بصراحه لما سياده المحافظ قالوا له ايه؟ هل اشتكوا ولا قالوا ايه بالظبط؟ خلينا نعرف من سياده اللواء عمرو حنفي. اولا حضرتك وحشتنا والله. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين يا فندم، اهلا وسهلا. بقالنا كتير ما اتكلمناش معلش، لكن النهارده مناسبه كويسه بصراحه. الناس قالوا لحضرتك ايه؟ لا خليني اقول لحضرتك حاجه، هو الموضوع بدا من حوالي اسبوعين. احنا طبعا بناء على توجيهات القياده السياسيه وبناء على توجيهات طبعا دوله رئيس الوزراء، في طبعا يعني توجيهات بضروره المتابعه وضروره ان احنا ننزل ونشوف الاسواق وهكذا. انا الحقيقه بدات بالغردقه، وكان في بعض الشكاوي كانت وصلتني من المواطنين ان في مبالغه شويه في الاسعار، خصوصا كانت اسعار الخضروات. انا ما بنزلش اتكلم مع البياع، انا بنزل اتكلم مع المواطن مباشره. نعم. فانا يمكن الغردقه من حوالي اسبوعين ما نزلت، وكان ليا كده موقف معين، لان كان اسعار فعلا فيها مبالغ فيها. كان هامش الربح، يمكن انا لما حسبته، لان قبليها كنت عملت يعني قلت حري كده نشوف في الاسعار اللي هو بياخدها جمله ايه، والاسعار اللي هو بيبيع بيها قطاع ايه، فوجدت ان تقريبا المكسب اللي كان يعني او هامش الربح بتاعه بيصل لحوالي 100%. 100%؟ فبالتالي كان ليا موقف عنيف جدا. اللي هو ايه؟ في اتعمل حوالي يمكن فوق ال 32 محضر يمكن تموين. في الغردقه. اللي هو استغلال. انا ولا بيع بازد من تسعيره؟ لا هو مفيش تسعيره زي ما حضرتك عارف، لكن بنتكلم في مارجن، بنتكلم في هامش الربح المفروض ان هو يكون معقول، يعني ما لا يعقل ان النهارده مثلا كان في هذا التوقيت يعني بياخد مثلا سعر كيلو الطماطم كان بحوالي بياخده هو جمله بحوالي 7 8 جنيه، وحضرتك عارف ان احنا بناخد من هنا دايما وما عندناش المشكله في ان النولون عالي، يعني هنا قريبه جدا من هنا، يكون بيوصل له حدود 7 8 جنيه وبعدين يبقى حب 15. نعم. وبعدين الاقي المواطن بيقول لي انا اشتريت مثلا ب 10 او ب 11، ولكن اضطريت ان انا اشتري ارضى الاشياء علشان اخد بالسعر دوت. فطبعا ده كان موقف بالنسبه لي انا، كان موقف الحقيقه انا يعني ضايقني جدا، وخدت فيه اجراءات واخدت قرار، وده اتفقنا عليه جميعا بالنسبه للجهاز كله التنفيذي في المحافظه، ان هيبتدي المرور تباعا على كافه المدن. وبالتالي النهارده كان رحت داخل في سفاجه. سفاجه لا الاسعار اختلفت الحقيقه. اعلى ولا اقل؟ وعلى فكره المرور لا كان اعلى ولا اقل يا سياده المحافظ؟ اقل بكتير. بكام؟